الحمد لله طبعا على التعادل، الحمد لله على الصعود. زعلانين عشان التعادل، كنا نفسنا نكسب عشان نصعد اول، لكن الحمد لله قدر ما شاء فعل. زي ما قلت قبل كده، اللي عايز ياخد بطوله مش فارق يلعب مين، ان شاء الله اي حد يجي يلعبنا ان شاء الله احنا جاهزين. واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون كويسين الفتره اللي جايه، عشان البطوله صعبه مش سهله، واللي عايز ياخد البطوله زي ما قلت لك لازم يلعب اي حد، ما يفرقش معاه مين اللي جاي ومين اللي مش جاي. فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا الماتشات الجايه ونكسب ان شاء الله. طبعا زي ما انت شفت الجماهير صعب جدا، عمالين يحدفوا طوب وحاجات، ما عندناش اي مشكله خلي بالك، لكن هي المشكله الواحد بيبقى قلقان لحد يجي في حاجه، حد يتعور. انت شفت النهارده ياسر في الماتش اتخبط اتعور، فاحنا كنا قلقانين بس ان حد يتعور مش اكتر. لكن حته الكوره لا، كل لعيبه عندنا عندها ثقه كبيره، لعيبه كبيره، فما حدش كان فارق مع ضغط الماتش والكلام ده كله. اللي بس اللي كان فارق معانا حته الناس بتحدف والحاجات دي كلها. بس طبعا الحمد لله ونحمد ربنا على اللي احنا تعادلنا النهارده، ونحمد ربنا على الصعود يعني.